مره تصير معناها واحد من ليكيب ناسيونال 2004 لم الناس الكل. هي جيست معناها حلوه، جيست باهيه بالحق. البارح فرحنا وتلمينا، حسينا حاجه معناها رجعنا ل 15 سنه التالي. الحمد لله اليوم تلمينا باش نعملوا ماتش الكريم، ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله اللي يعملوا الكل. ديجا تبارك الله الناس كنا نعرفوه، مسيره كبيره ياسر. واليوم جينا لصاحبنا باش نعاونوه والعباد هذوما اللي يحبوه. واليوم كما قلت لك اللمه هذه بالحق ترجعنا للكوب دافريكا اللي هزيناها، وان شاء الله جينيريسيون جدد يعملوا كيفنا احنا. واحنا زاد الجوارت اللي خرجوا قبل نجموا نعملوا كيك، علاش؟ خاطر الناس كل خرج من الباب الصغير في تونس، اول مره ممكن جوار يعمل معناها الماتش هكا. هما جوارت كبار، نذكر معناها ساعه الكوب دافريك كيفاش هزيناه والامبيونس اللي صارت في تونس عبرها ما صارت قبل. زبير في الليطوال زاد عاد مع 3 سنين، جوارت كبار. واحد معناها كيقابلوا بعضنا ونقعدوا بالحق ما قبلوش بعضنا برشا، معناها حاجه تفرح بالكدا بالكدا.